ولذلك خذ قاعدة، كل إنسان يعتقد أنه هو أمن من الشرك ده لسه إيمانه فيه خلل وعنده مشكلة، وكل إنسان لا يقبل الكلام عن التوحيد والنهي عن الشرك أعرف أنه مشرك مرضان. هذا مريض ليه؟ لأنه المؤمن بيحب التوحيد، المؤمن بيحب الكلام عن الإيمان. ولذلك كم من الناس الليلة اللي قلوبهم مرضانة، مرضانة بلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك الليلة بنسمعه نحن في القنوات باسم رمضان، ولك برنامج أعد خصيصا لرمضان في الإذاعات، إذاعة الكوثر برامج شغالة عن رمضان، قناة ساهور، غير من المدايح والضلالات المنتشرة في القصائد. ما سمعت قصيدة شيخ الزريبة؟ ديل الناس اللي دخلوا الشرك في البلد، ديل الناس اللي راوا الشرك في البلد، ديل الناس الذين علموا أهلنا وذوينا علموهم الشرك بالله سبحانه وتعالى. ده لما مرض في آخر حياته بدل يسأل ربنا يغفر الدم ويشفي المريض، بدل يسأل ربه بقى بينادي، قال هيا بتايا وحامد بعصايا زيلوا الحصايا وامرض كلايا. بالله في حامد بيزيل حصايا؟ في أبو عصايا بيزيل حصايا؟ لو ما مرض، مرض في القلوب، مرض الشرك بالله خلاه ينادي في آخر حياته والحصحصة في النهاية قتلته بتقدير من الله، من الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام قال إن الذي فطرني فإنه سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. وقبلها قال الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. اللي بيشفيك الله ما شيخ الطريقة، اللي بيشفيك الله ما الفكي. الناس اللي بيمشوا للمحايات وللبخرات ويعملوا الدجل ويعملوا الشعوذة عشان يشفوا من الأمراض وعشان يجيبوا الخير، النوعيات دي يدروا القرآن. ولذلك أنا أقول من هنا لكل من خالفنا من الصوفية ومن غيره، أقول كلمة واحدة، بيننا وبينكم القرآن. نرجع للقرآن يا أخواننا، مش الصوفية يقولوا نحن مسلمين نؤمن بالقرآن. طيب نرجع للقرآن، قال تعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. تقبلوا كده؟ هل بيقبلوا؟ لما نرفع يدينا في الدعاء نقول يا الله يا كريم يا عليم، نسأل الملك، ما نقول يا ابو شمال ولا يا ابو يمين، لا، ولا خليك ما تقول ده انا بس نزول، ولا تقول يا ابو بكر آداب، ولا تقول يا رسول الله، ولا تقول يا عمر بن الخطاب، ولا تقول يا السيدة نفيسة، لا لا، ده كله مبجوز. قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الرب هو الله، الخالق هو الله، الذي يدعى هو الله، ما من العفلان ولا علان، ولو كان ملكا أو نبيا أو صالحا من الصالحين. نحن ما بنكره الصالحين ولا بنشتم الصالحين ولا بنسيء اليوم، لا، نحن بنقول لك ما تدعو، أدعو الله خلق الصالحين. الكلام ده عيب يا أخوانا، الكلام ده شين، ده مو عيب، لكن ديلك في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، دارين انك انت تنده الأولياء وتنده السادة. قال السادة، السادة أنا عبد ليكم نادى، عبد ينادي سادة، العبد بنادي رب العبد الخلق سبحانه وتعالى.
قال سبحانه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. سبحان الله. الكلام ده مو كلاما عديل وآيات وأحاديث، ده كان مشيت قلت للجماعة ديلك في محلهم المشاكل بتدور، نبست أبواتنا وأسئت لأهلنا. منو اللي نبزوا؟ قلت لك ما تدعون ولا تدعون أنا زاد، أدعو الله الخلقك. وهكذا يا إخواننا، والذين إذا فعلوا فاحشة، ما تتكبر على الله، أرجع لله. ما يا إخواننا زول بيكون كبير في السن وما عارف الحاجات دي. نحن بنعمل محاضرات في حتات بعيدة، بيجي زول كبير في السن لابس حجباته، يقول لك ده أنا لابس من زمن الصبي، لابس حجباته في يده. نقول له ده شرك. ليه شرك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرقى والتمائم والتولة شرك. يسمع الحديث يطلع الحجبة. دل ذاتهم لهم نصيب من قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الواحد يجيب كبالك الحجبة قدامك ويقول لك: يا مولانا نحن نعمل شنو؟ تقول له: تستغفر الله. بيستغفر الله من ذنبه. ربنا قال لك: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. ما تصر. النوع اللي بيقول لك نحن عندنا طريقة ما بنخليها يا مولانا، الطريقة دي قمنا لقينا أبواتنا ماسكنا وأهلنا ماسكنا والأوراد دي وارثنا كابر عن كابر، ما بنخليها. ليه ما بتخليها؟ بعد ما تبين لك إنها غلط دي مكابرة. عشان كده ربنا قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في النهاية قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. مغفرة، ربنا بيعفو. مش كده بس، ربنا ببدل ديك السيئات ببدل حسنات. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا عباد الله، الشهر المبارك هذا شهر مغفرة، شهر رحمة، شهر للتسابق والتنافس على جنة الله تبارك وتعالى.